السلام عليكم، شلونكم زينين؟ شلون صحتك؟ ان شاء الله انا بخير. السلام عليكم. زين شلونك زين؟ والتي تحمل في طياتها حبا ووفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة نبارك في هذا اليوم، نبارك البصرة استضافتها لخليجي 25، نبارك لأخونا الدكتور عقيل افتتاحها لهذا الصرح المميز اللي راح يكون إضافة مهمة للفنادق السياحية. شكرا جزيلا لكل من حضر، شكرا جزيلا للجهود الكبيرة اللي بذلت من الدكتور عقيل ومن الجميع في أن ينجز هذا المشروع في هذا التوقيت بالذات، لأن فعلا أنه هذا المشروع وهذا الفندق كان واحد من التحديات اللي كنا يعني نعانيها من أجل أنه ينجز ضمن الوقت هذا المحدد، من أجل أن تستكمل الفنادق اللي راح تستضيف هذا الحدث المهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم الحفل وأحمد الخفاجي، شكرا.
الله.